حضرتك والاستاذ عادل الدكتور ياسر، تحياتنا اهلا لحضرتك، وسهلا. ولعلك انت متابع. سامعنا ولا مش سامعنا يا دكتور؟ انا اشتركت اساسا في وضع وصياغه لائحه الاهلي. طب كويس قوي الدكتور، بيقول لك واشتركت في وضع شاركته لائحه في الاهلي. لا مش وضع لائحه فاهمني، الاهلي. احنا ما دخلناش لسه في لائحه الاهلي، احنا واخدين التباس دلوقتي. هل من حق اللجنه الاولمبيه تعمل لائحه استرشاديه ملزمه ولا لا؟ وهل من حق لا من حقها تحدد لي الطريقه اللي ادعو بيها الجمعيه العموميه ولا لا؟ هي دي الاشكاليه اللي احنا اول خطوه. شوف حضرتك، طبعا يمكن احنا حضرت اجتماع الاهلي وكان الدكتور ياسر ايوب حاضر هذا الاجتماع بوجود المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. وفي هذا الاجتماع تم مناقشه الامر برمته بناء على الخطابات التي ارسلت من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه في شهر 6، ثم بعد ذلك الخطاب الاخر اللي جه في شهر 8. وكانت تلك الخطابات لا تستطيع ان تلزم النادي الاهلي بتحديد مكان الانعقاد او توقيت الانعقاد او مده الانعقاد، لان بصريح النص الماده 4 اللي في القانون لم يخول اللجنه الاولمبيه فيما يتعلق بهذا الاجتماع الحق الا فيما يتعلق بتحديد النصاب. تحديد النصاب في القانون بصوره الزاميه للجنه الاولمبيه الوطنيه وطريقه فرض على الهيئات الاهليه مخالفه صريحه للميثاق الاولمبي، لأن الميثاق الأولمبي لم يحدد أو لم ينظم فكرة التدخل الحكومي بصورة مطلقة، بل هو نظم فكرة تدخل أي سلطة أيًا كانت هذه السلطة، لجنة أولمبية أو اتحادات رياضية، في عمل إدارة الأعمال المرتبطة بالجمعيات العمومية للمؤسسات الرياضية وفقًا للقواعد الدولية، وفقًا لصريح نص القانون الجديد للرياضة. المؤسسات الرياضيه سواء لجنه اولمبيه او اتحادات او انديه هي كلها سواء، فبالتالي لا يجوز فرض سلطه على سلطه الجمعيه العموميه لاي مؤسسه من تلك المؤسسات. ولكن الاهلي زي ما حضرتك تفضلت يا استاذ عادل وقلت ان الاهلي بعد عن هذه الامور ولم يتكلم في قضيه مخالفه الماده 4 لاحكام الميثاق الاولمبي. انا كلجنه اولمبيه من الممكن ان اضع لائحه استرشاديه، وان انا اقول لهم ان النصاب بتاعها الاحتمال يكون كذا، ولكن بصوره او باخرى لا استطيع ان الزم تلك الانديه او الاتحادات انه في حاله عدم اكتمال النصاب ان تكون اللائحه الاسترشاديه هي اللائحه الساريه الواجبه التطبيق. امال في الحالات يبقى ايه الوضع؟ اللائحه اللي اعدتها المؤسسه. ما هو اللائحة اللي عدتها المؤسسة لما اكتملش النصاب القانوني، أولا مين اللي هيقول النصاب القانوني؟ هل المؤسسة ولا اللائحة الاسترشادية؟ الأصل المؤسسة، وأدي لحضرتك مثال. يعني افرض إن أنا قلت 500 عضو. أنا في مؤسسة. في أزمة الكويت الأخيرة فرضت اللجنة الأولمبية الكويتية نصابا محددا على المؤسسات الرياضيه، اللجنه الاولمبيه الدوليه قالت لها لا تستطيع ان تفرضي نصابا محددا على تلك المؤسسات. الامر الاخر، احد فقط يجيب لي مثالا واحدا في العالم للجنه الاولمبيه الدوليه انها فرضت على اتحاداتها الدوليه التي تكونها اي نوع من انواع التدخل في النصاب او في تحديد الاجتماع او في مكان الاجتماع او في طريقه التصويت في الاجتماع؟ هل تستطيع اللجنة الأولمبية الدولية أن تذهب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقول له أن نصاب جمعيتك العمومية كذا، وأن اجتماعها بالطريقة الفلانية، وأن التصويت فيها بالطريقة الفلانية؟ إذا كان يريد القانون أن يعطي هذا الحق للجنة الأولمبية المصرية كان عليه أن يقول وللجنة الأولمبية فرض النصاب وتحديد موعد الاجتماع وطريقة انعقاده وتوقيت اجتماعه والتصويت على جدول أعمال. تمام. عشان تقفل هذا. طيب الوضع كده يا دكتور. تحديد النصاب. إشكالية. الوضع كده، الجمعية العمومية للنادي صاحبة الحق الأصيل حتى في تحديد النصاب القانوني لصحة انعقادها؟ طبعًا. طبعًا مجلس إدارة الهيئة. المجلس مش الجمعية، لأن أنت اعتبرت إن الجمعية ما اجتمعتش، فبالتالي إحنا محتاجين ايه هو النصاب القانوني؟ هنخرج اللجنه الاولمبيه من المسؤوليه، ما هو النصاب القانوني لصحه انعقاد جمعيه؟ هقول لحضرتك يا استاذ ابراهيم. الخطاب الاخير اللي وصل من اللجنه الاولمبيه او اللي تم نشره ما اعرفش وصل للاهلي ولا لا، والكلام ده احنا ناقشناه واحنا بنصيغ اللائحه اللي هم استدركوا فيه اخيرا وقالوا فيه اجراءات وفي اخر جواب.
بالمناسبه دي برضو قبل ما انسى ان اللائحه تم مراجعتها وصياغتها وقواعد الاجراء من قامات قانونيه شرفت ان اكون معاهم، سواء كان الاستاذ رجاء عطيه او المستشار عبد المجيد محمود، واللائحه فعلا طالت باسم النادي ده. تعالى خلينا بقى في الاجراءات دي اللي قالتها اللجنه الاولمبيه. تمام، احنا دلوقتي امام بتقول لي ان انت وفقا للقواعد الانتخابيه في الدستور وفي الكلام ده، التصويت والاقتراع اشار اليه المشرع بلفظ محدد يوم او اكثر. تمام، لكن انت ما قلتليش ان هناك اختلاف كبير بين الاجتماع والاقتراع. الاجتماع من الممكن ان يكون ممتدا يوم يومين ثلاثه، اما الاقتراع فهو امر مباشر. تمام تمام، ادي واحد. نمره اثنين، هل بالدستور عندما تدعو للتصويت على الدستور تلزم انه اذا لم يخرج 20 مليونا لا يعد بالتصويت صحيحا؟ لا طبعا. مفيش، انت بتخرج بتقول والله ان الموافقه هتكون باغلبيه من قالوا نعم من الذين لهم حق حضور التصويت في الدستور. اذا من الناحيه القانونيه الاهلي يعقد جمعيته العموميه في المقرين او في الثلاثه، هو حر يعمل. كان في ثلاث سيناريوهات تم عرضها، اما ان تكون الجمعيه العموميه منعقده في الثلاث مقرات في توقيت واحد يوم الجمعه من 9 ل 7 مدينه نصر، الاهلي، الجزيره، الشيخ زايد، ولكن كانت سلبيات هذا الامر ان الناس تخوفت. وبصراحه مجلس الاداره شهادته حق للتاريخ، انا لست عضوا عاملا في النادي الاهلي ولا اعمل في النادي الاهلي وانا بعمل ولا اعمل في اي مكان له مصلحه في الرياضه في مصر. تمام تمام، مجلس الاداره عندما جلست معه قال لي بالحرف الواحد مهندس محمود طاهر: يا دكتور محمد، نحن نضع لائحه تليق بالنادي الاهلي. تمام، للنادي الاهلي. تمام، ليس ومجرده من اي هوا، فدي شهادته لهذا الرجل. تمام. الامر الاخر كان السيناريو الثاني، كانت مشكله السيناريو ده ايه؟ ان ممكن استاذ ابراهيم المنيس يصوت في مدينه نصر، ياخد عربيته ينزل في الجزيره يصوت، او ثاني يوم نعمل بطاقه قلنا نعمل بطاقه انتخابيه معاك، ما يلزم ان العضو ياخد البطاقه الانتخابيه، فبالتالي لو نساها ما اقدرش ان انا ما ادخلهوش ومش هنقدر نجيب الكشتات. قلنا نعمل ان احنا يبقى في موضوع التصويت الالكتروني، ان انت بتخش وبعد كده بيحجب اسمك في حاله عمليه التصويت، لان مكلف وصعب جدا ولن تستطيع. هو ده الحل، بس طبعا مكلف مش الوقت ضيق. فجينا للسيناريو الافضل، ان انت طالما ان انا جات لي جواب اجراءات ما قاليش تعمل ايه في الاجتماع، وانا ملتزم بالجوابات اللي جت قبل دعوه الاهلي، كل ما جاء بعد دعوه الاهلي للاجتماع الجمعيه العموميه لا يعتد به قانونا وواقعيا ودوليا واولمبيا وكل شيء. تمام؟ وهذه الخطابات لو طلعت للجنه الاولمبيه الدوليه التي تلزم فيها اللجنه الاولمبيه المصريه هذه الجمعيات بان هذه الانصبه اذا لم تكتمل فان هي ملتزمه بلائحتها مخالفه للنطاق الاولمبي واحكامه. فكان السيناريو الاخير هو ان الجمعيه تنعقد على يومين، الجمعه والسبت، في مقرين نادي الكبار تسهيلا للاعضاء، لانه لا يوجد منطق. انت بتقول لي 12000 ونص، 12000 ونص دول عشان يجي 20000 واحد في اهل الجزيره بعربياتهم وسياراتهم واولادهم عشان يصوتوا، جيبهم ازاي؟ هيقعدوا فين؟ السؤال بقى، انت كلجنه اولمبيه عاوز الناس تيجي ولا مش عاوز الناس تيجي؟ لو عاوز الناس تيجي تسهل في عمليه الاقتراع والتصويت. لو مش عاوز الناس تيجي تعقد في عمليه الاقتراع والتصويت. ومن التسهيل في عملية الاقتراع والتسويق أن تسمح لجانب متعددة بالأعضاء طالما أن هناك والنادي الأهلي. طب أنت ما جاوبتش حضرتك على الحتة الإجرائية، إزاي أضمن اللي هنا مش هيتكرر الحضور؟ يعني أنت طرحتها كمشكلة الكشفة ما أنت حضرتك في مدينة نصر يوم الجمعة، في السبت يوم في الجزيرة، فاللجنة هيبقى فيها كان الاتفاق من الوهلة الأولى بإشراف قضائي كامل، والقاضي هيبقى موجود ويحرز محضر اللجنه ويقفل اللجنه زي انتخابات الرئاسه وزي انتخابات مجلس الشعب بتتعمل على كذا يوم، واخد بال حضرتك؟ ورئيس اللجنه بياخد المحضر ويحرزه تحت عهدته القانونيه والقضائيه لا بس يا دكتور محمد، في الانتخابات بتاعه مجلس الشعب او الرئاسه او كده الناس متقسمه على لجان اوريدي، ما يقدرش يروح في لجنه غير لجنته واسمه موجود في لجنته. هل الاجراء ده هنقدر نحكمه؟ طبعا مش هتقدر تحكمه، لان لكل لجنه قاضي معاه لا لا القاضي لا لا انا دلوقتي عضو نادي عندي كارنيه، هتقول لي انت في مدينه نصر
ولا في الجزيره كذا. لا لا لا، اعضاء مدينه نصر هتبقى اعضاء مدينه نصر. مفيش حاجه اسمها اعضاء مدينه نصر يا دكتور. في السيريال نمبر بتاع الكارنيه مش مفصوله. أنا ممكن اشرح. انا هقول لحضرتك، اعضاء مدينه نصر والجزيره هيتم ترتيبهم وتسلسلهم رقميا وفقا لطبيعه اللجان. تمام؟ ازاي يعني؟ ايه المعيار يا دكتور؟ يعني الابجدي يبقى يعني انا ممكن اروح انا الاقي نفسي في مدينه نصر؟ هي يا استاذ عدلي لجنه قضائيه واحده. سيبك من القضائيه، مش دي اللي لا، ما انا هشرح لحضرتك. هشرح لحضرتك. لجنه قضائيه واحده هتروح يوم الجمعه في مدينه نصر. كلام جميل. الاعضاء يا دكتور، كل كشوف الاعضاء كويس. اي عضو في النادي الاهلي يقدر يدي صوته في مدينه نصر يوم الجمعه. تمام. وممكن هيمضي قدام اسمه في الكشوف. الكشوفات دي هتنطبق، ممكن يتخرم الكارنيه بتاعه ان هو راح يدي صوته. تمام. فمش هيقدر يمضي تاني. كل الصناديق دي تحت اشراف القضائي وتحت حراسه الشرطه، هتنتقل للجزيره. مين اللي بيحدد بقى الاشراف القضائي؟ مين اللي بيختار القضاة؟ النادي هيبعت خطاب النهارده. كان النادي هيطلب مكالمه تليفونيه. تفويض اللجنه الاولمبيه فوضت الجهه الاداريه انها انا بكلمك لان دخل بقى الجهه الاداريه. ما هو ده المحظور اللي احنا بنتكلم فيه، لانك في النهايه هتلاقي في دور للجهه الاداريه، بحيث انه اوان ما فيش حد اصلا. انا لو عرفت اخرج اسم النادي الاهلي من الموضوع بالظبط ممكن اقدر اناقش القضيه، لكن طول ما هو اسمه النادي الاهلي ما يعني فكره انك تسيب حد في مؤسسه هو من A to Z بيعمل القصة وبيحدد مين المشرف والمكان والطريقة بدون ريفرنس أو مرجعية، دي فكرة ممكن تبقى في النادي الأهلي تمشي بشكل سليم لثقافة النادي الأهلي ولطبيعة المسؤولين في النادي الأهلي ومكانتهم، لكن مش مضمونة في أماكن أخرى. لكن في أماكن أخرى يعني خرجنا من بره النادي الأهلي عشان نعرف، مش مضمونة في أماكن أخرى. ما علشان كده قال في الاول جواب قبل الاستدراكات الكتير بتاعت اللجنه الاولمبيه المصريه، قال توضيحا وتيسيرا للاجراءات فيما يخص التسجيل. ده مين اللي قال بقى؟ اللجنه؟ اللجنه الاولمبيه. اللائحه المقترحه من مجلس الاداره. معلش يا دكتور خليك معانا. يتم تطبيق القواعد التي يراها مجلس الاداره او القواعد التاليه، يعني هو خير النادي بين ان هو يضع اجراءاته الخاصه او ان هو حاطط له قواعد يمشي عليها. فالنادي الاهلي استنادا الى هذا النص واستنادا الى هذا الخطاب الرسمي من اللجنه الاولمبيه وضع لوائحه او اجراءاته الخاصه بهذه الجمعيه الخاصه. فالمساله الاهلي لم يتجاوز في شيء، لم لا الاهلي في شيء مؤكد ما بيعملش حاجه متجاوزة من دماغه. لا لا ورق يقدر يديله الفرصه دي. الجواب اهو يا دكتور، انا مش بتكلم في كده والله. انا بتكلم دلوقتي واضح ان في عوار جامد جدا في اللائحه وفي القانون وفي عدم تحديد للمسؤوليات وعدم تحديد مين مشرف على مين ومين. يعني النهارده انا بفترض افتراض يا دكتور فضل الله، جاءنا خطاب اليوم من اللجنه الاولمبيه وقال ده ماشي على كل الناس، يا حاجه من اتنين، يا هنحترمه يا هنرفضه. يا هنرفضه، مش كده؟ نقول السيناريو ده ونقول السيناريو ده. نعم. شوف يا استاذ، شوف يا باشمهندس، اتفضل. اتفق مع حضرتك ان هناك عوار كبير فيما يتعلق بنصوص القانون، وهناك عوار فيما بس احنا عايزين نعدي المرحله دي، لان فعلا كلنا بنؤيد فكره ان تتم الانتخابات في المؤسسات الرياضيه. ما في صدام دلوقتي اهو، هنحله ازاي الاشكاليه دي؟ الاستدراك اللي جه ده، انا بقول لحضرتك الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وفقا للخطابات التي اصدرت في الفتره اللي فاتت 6 و7 جمعيه صحيحه. هذا الاستدراك الاخير افاد النادي الاهلي ولم يضره. ادي لحضرتك بقى. تمام. اولا هو لما جه فسر التفسير اللغوي، واحنا في تفسيرات القانون لا نعتد بتفسير اللغه فيما يتعلق باجتماع واحدا. الاجتماع الواحد يوجد وفقا للقواعد الدوليه تفسير مؤكد يقول لي انه يجب ان يكون في مقر الاتحاد او النادي او يكون اليوم واحد. لا يوجد، واحنا ماشيين معايير دوليه وفقا لنص الماده 84. خلاص، ما هو ده معناها ايه؟ معناها اذا اصطدمت بيهم انا هروح للجنه الاولمبيه الدوليه. انا بقول لك الموقف ايه النهارده، هنعمل ايه؟ نركز للمنازعات، نفصل في المنازعات. احنا هنعمل ايه يا دكتور؟ دوليه نتفق بقى مين فينا اللي صح. انا دلوقتي انا عضو نادي قاعد في البيت بتفرج على البرنامج ده، وسمعت ان في جوابات وفي النادي الاهلي مارس حقا قانونيا واللجنه الاولمبيه عايزه تفرض عليه اجراءات.
حاجه من اتنين. لا يجوز يا سيدي، لا يجوز. انا بسالك سؤال يا دكتور. طيب اوكي خلاص، لا يجوز والله لا يجوز. وانا عارف دلوقتي من خلال السرد ده ان الليله معكوكه من الاول، لان مفيش تحديد لاي شيء. خلاص نعم. ما انتش عارف انت تبع مين، هو في اكتر من كده. فدلوقتي في اللجنه الاولمبيه بتقول لك اعمل 1 2 3 النهارده، حاجه من اتنين، يا هتقول زي بعضه يا هتقول لا، مش كده؟ ولا في حل ثالث؟ ما تقدرش خلاص تقول زي بعضه، انت قدامك 30 يوم للدعوه، مفيش حاجه اسمها تقول زي بعضه. يعني اذا الاجابه اللي لازم نقولها للناس في بيوتها، يا جماعه الانتخاب على يومين، السبت في مدينه نصر، الجمعه في مدينه نصر، والسبت في الاهلي 25 و26 اغسطس. ده انا عايز اقول لك على حاجه، ما عشان بس ننقل على حاجه ثانيه. بص يا باشمهندس عادل، النصاب ان شاء الله هيكتمل، لان النصوص اللي موجوده في اللائحه بتفيد. يعني انت بتتكلم مثلا في نص موجود في اللائحه، تمام، بيتيح ان لاعضاء الفروع بعد ذلك في انتخابات مجلس الاداره ان هي تنتخب في مجلسها في مكانها. ما هو دي بقى الخطوره بقى، استناني بقى. نعم يا دكتور فضل الله، عندما احنا مش بنحل حاجه دلوقتي نتيجه صراع، انما خلينا نتكلم الاول، هل من الملائم، وهذا احتمال وارد، يبقى لك 10 فروع، انك تعمل 10 لجان ومن ثم تبتدي. انت عارف المشكله دي انا ليه انا عشتها في التسعينات في ظل وجود الكابتن صالح، وكان اعضاء مدينه نصر برضو عايزين يعملوا لجان خاصه عندهم، وبرضو اعضاء مدينه نصر وصلوا فيما بعد ان قالوا لا، ده الفرق الرياضيه اللي بتتمرن عندنا تلعب باسم فرع مدينه نصر. يعني تداعي المسائل يقلقني. أنا مش ببص دلوقتي جمعية عمومية نقدر نحشدها، هيقولوا في الصحراء هنجيبها، خلاص؟ هيقولوا في المريخ هنجيبها، احنا النادي الأهلي ما حدش بيلوي دراعنا. لكن مسألة إن أنا يعني أستسهل حل، هي دي اللي قلقاني شوية. أنا لا ماذا لو؟ ماذا لو؟ أنت حضرتك ملهاش علاقة بالاستنزاف، أنت حضرتك كنت بتتكلم في أعضاء 20,000 30,000 عضوية في النادي، كان من المنطقي إن أنت ممكن تجيبهم في الجزيرة، لكن أنت بتتكلم حضرتك دلوقتي في 100 و 120,000 كلامك جميل. دول إزاي يجوا في مكان واحد دول يا جماعة؟ ما هو هلا رئيس الدولة، هو رئيس الدولة، كلنا بننتخب في القاهرة، ما هو بتاع المنصورة بينتخب في المنصورة. بس إذا ده يسبقها إيه بقى؟ يسبقها إيه؟ يسبقها إيه؟ ممكن تتخذ من بيتك انك انت تميكن الانتخابات. التطور اللي احنا رايحينه في المستقبل ان يكون الانتخاب اونلاين، بس ما تقدرش اخشى حاجه بقى، ده مختلف شويه عن اللي انا قصدي عليه. لما تعمل انتخابات اونلاين ما بتقولش مدينه نصر والشيخ زايد يعني التصنيفه دي اللي قلقاني. انا عايز اروح لهم في البيوت، بس ما اقولش انت بتاع مدينه نصر، وانت بتاع الشيخ زايد، وانت بتاع الجزيره، وانت بتاع التجمع الخامس. يا دكتور، هو المهندس عادل بيتكلم على خصوصيه الاهلي، يعني بغض النظر على الوضع القانوني، هي بيتكلم على خصوصيه النادي الاهلي عن هواجس ومستقبله عشتها. بص يا باشمهندس، النادي الاهلي يملك هذه المقرات دي، ملك للنادي الاهلي. تمام. والله انت في الجزيره وعاوز، مش معنى ان انا بعمل لجنه انتخابيه في مدينه نصر انها مغلقه على اعضاء مدينه نصر، انا عضو في الجزيره، ولكن دي تسكت. ما انا مش هروح الاقي اسم يا دكتور، هلاقي اسم ازاي؟ مش انا انت هتحط لي لجنه انا اسمك في اللجنه الفلانيه. لا انت يا باشمهندس، انت هتحط كل كشوفات في كل فهمت. بتحط كشوفات في كله وبموجب كارنيهك. يعني انا دلوقتي يا باشمهندس استطيع ان انا لو انا مسافر استطيع ان انتخب رئيس الجمهوريه وانا في الامارات، مش شرط ان انا خلاص مفهومه. يعني هو النموذج انت جبته، بس طب برضه في حته اشكاليه قانونيه صغيره يا دكتور. اداريا مين اللي هيشرف على الانعقاد؟ الجهه الاداريه المختصه صاحبه الولايه الجغرافيه، مش كده؟ ما قالوليش في الخطاب، قالوا لي اشراف قضائي مع ناس بتساعدهم من العاملين، ما قالوش في الخطاب من العاملين في شباب الرياضه، مش كده؟ الشيخ زايد الحيز الجغرافي في الولايه بتاعته لمديريه الشباب والرياضه في الجيزه مش في القاهره يا استاذ، يعني واخد بالك؟ الخطابات، يعني احنا كده دخلنا كمان في مديريتنا دكتور في بعض. استمرار الفوضى يعني. الخطاب اساسا ما قالش ان انا بعد ما اكتملت الجمعيه على اي حال نعمل ايه؟ على اي حال، اصل دي مش مشكلتنا احنا، مش بنساجل بعض، لان اللي انت حطيت الشروط ولا انا حطيتها ولا الدكتور ياسر حطها ولا ابراهيم، احنا بنناقش حاجه ملخبطانا كلنا. ها ازاي في حاجه مخوفانا نتفادى بالآلم من كل اثار ده، وفي حاجه هواجس. هو المشكله
المشكله المشكله انا عايز يعني نوصل لحل هنا كده ممكن. طب يا دكتور انت حضرتك شاركت في وضع اللائحه وتعلم الكثير من بنودها، واحنا اللي يهمنا ان احنا نقول لاعضاء النادي الاهلي تعالوا شوفوا اللائحه فيها من التطمينات ما يدفعكم للحضور، مش كده؟ بص يا باشا، بص يا لا انا هبص بس هنطلع لفاصل ونرجع نبص مع بعض، علشان انت حضرتك احنا كان المفروض الدكتور ياسر هيتولى عرض اللائحه النظام او مشروع اللائحه من النادي بند، لكن اما وان حضرتك شاركت في وضعها وتعلم الكثير من فحواها، بعد الفاصل هتفضل حضرتك معانا على التليفون عشان نسال حضرتك عن مضمونها علشان الاعضاء يكون عندهم هذا الرغبه في الحضور ان شاء الله. كنا رحنا فاصل وهنرجع لحضراتكم من جديد. رجعنا بعد الفاصل وكنا يعني قبل الفاصل محتدمين في اشتباك كده حول نقاش أكاديمي حول مين صاحب الولاية على مين، واكتشفنا في الآخر ان ما كانش فيه أي محددة لا في القانون ولا في حاجة بتقول اللجنة الأولمبية، حتى ما عرفناش نجاوب على سؤال هو الأندية تبع مين، وفي الآخر اكتشفنا يعني ان الموقف ده هيحله لنا اخير دكتور محمد. نعم يا باشمهندس. قول لي والنبي الخلاصه ايه دلوقتي؟ قول لي انا ببص فوق زي ما كنا قاعد فوق. دكتور اداره النادي الخلاصه بقى النادي الاهلي. انت بتتكلم من فوق يا عم ماشي. ايوه اداره النادي الاهلي. ايوه وفقا لصحيح قانون الرياضه. ووفقا لما جاء من خطابات من اللجنه الاولمبيه قبل دعوته للجمعيه العموميه الخاصه بالنادي، ليس له فقط غير الالتزام بقيمه النصاب. بقيمه ايه؟ يعمل بقى الجمعيه النصاب ليس له اللي هو مين؟ ما احنا اللي هو ايه بقى؟ النصاب اللي هو هيقول عليه اللي هو اللي اتقال عليه من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه اللي هو يعادل 12,000 ونص. طب وليه اسمع كلام اللجنه الاولمبيه بقى؟ ما انا بقول لحضرتك بتسمع كلام اللجنه الاولمبيه لان احنا دلوقتي امام قانون تم توقيعه من رئيس الجمهوريه واصبح قانونا ساريا الزم فقط اللجنه الاولمبيه المصريه بتحديد نصاب الاجتماع الخاص، ولم يلزمها بتحديد مكانه او وقته او انعقاده او طريقه التصفيق. وما جابش سيره لائحه استرشاديه. قال اللائحه الاسترشاديه اذا لم يكتمل النصاب اللي هو الزمها بتحديده اللائحه الاسترشاديه تقول. وما قالهاش هم ما قالهاش افرضي اجراءات معينه على الهيئات. انا باخدك واحده واحده عشان قال لها فقط قال لها القانون قال لها واللجنه الاولمبيه تحدد نصاب هذا الاجتماع الخاص، ولذلك الجوابات اللي طلعت الاولانيه هي الصح هي اللي اتفقت مع القانون. ما كانش ينفع. اذا الخطاب الثاني الاخير بتاع النهارده ده غير ملزم، مخالف للقانون ومخالف للميثاق الاولمبي ومخالف للقواعد. يا دكتور كلمه عشان المشاهد مش ليا والله، غير ملزم. نعم. اذا من حق مجلس اداره النادي الاهلي يعمل الجمعيه في المقرين. دعوه النادي الاهلي دعوه صحيحه قانونا ودوليا واولمبيا قولا واحدا، فليتخذ النادي ما يراه، عايز على يوم يعملها على يوم، عايز على يومين يعملها على يومين بالطريقه اللي تراه، ويلتزم بالنصاب القانوني. هو كده صح؟ يلتزم بالنصاب القانوني والشفافيه فيما يتعلق بالقضاء في مراقبه العمليه التصفيقيه. دي كلمه اصلها برضو عامه الشفافيه دي، احنا بنفصل ما علينا. اذا يسر نو خلاص كده الكره في ملعب او مش في مسؤوليه مجلس الاداره، يرى ما يراه فيما يتعلق بالجمعيه العموميه، عايز على يوم عايز على يومين، هو هيقعد يحسب حساباته وهيشوف المصلحه فين. وكده يبقى متشكرين للدكتور فضل الله الذي يثرينا دائما، لانه الحقيقه بيبقى متعمق قوي يا دكتور ياسر طبعاً ده وعنده يا اخي طريق السرد في القانون متعبه قوي، يعني بيقعد يفصص لكن بيوضح الحقيقه. متشكرين يا دكتور محمد. ودكتور ياسر بقى دكتور ياسر يعني الاهم في كل هذه